بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لمنظومة السر المصون في رواية قارون، نظم الإمام العلامة عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وبالرسول خصنا، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لدينه انتما، وهكما قالون فيه خالفا ورشا من الحرز ودع ما ائتلفا. حكم ما بين السورتين وبين كل سورتين بسملا، لا بين الأنفال وتوبة فلا، تأتي بها بل قف أو اسكت أو صلا، ثلاثة صحت لكل من تلا. حكم ميم الجمع وميم جمع سكنن أو صلا، قبل محرك وذاء وصلا، هاء الكناية والمد والقصر، قصر يؤديه نؤته نصله نول، أرجه ويتقه فألقه قد نقل، ويأته بالخلف واقصر من فصل، ووسطنه ثم وسط ما اتصل، وباقي الباب كحفصهم قرا، والمد أولى قبل همز غيرا. باب الهمزتين من كلمة ثانية سهل مع المد سوى، أئمة ونحو آمنتم روا، كذا كآلان والشبه هاتلا، كورشهم في كل ذاك ما علا. الهمزتين من كلمتين وحال فتح أسقط الأولى، وفي كسر وضم سهلا هاتقت في، بالسوء إلا أدغمن مبدلا، وقيل بالتسهيل أيضا فقبلا. الهمز المفرد وحقق الهمز جميعا ما خلا، يأجوج مأجوج بالإبدال تلا، مؤصدة معا ورئيا مدغما، ولأهب بالياب خلف فعلما. باب النقل ردأ وآلى نبيون سنقلا، وعادا الأولى مع الهمز جعلا، مكان واو وابدأ ألؤلا، لؤلا وبدؤه كحفص أولى. الإظهار والإدغام والفتح والإمالة والراء واللام، وقد وتا ياسين نونا أظهرا، واركب ويلهث بالخلاف ذكرا، وأدغم يعذب من وهار ميلا، توراة عنه فافتحا وقللا، وباقي الباب بفتح قتلا، والراء واللام كحفص اجعلا. باب يا آت الإضافة أوزعني يسكن ومعي من إخوتي، كذلك محياي ولي فيها اثبتي، وليؤمنوا بي تؤمنوا لي وإلى ربي بفصلت خلاف نقلا. الياءات الزوائد ولياء أثبت واصلا إن ترني، واتبعوني أهدكم في المؤمن، وحذف يداعي إذا دعاني، رجحه الحذاق عن بياني، واحذف وعيد حيث جاوى البادي، ترديني والتلاقي والتنادي، كذاك يدعو الداعي مع دعائي، تسألني في هدى بلا مرائي، يكذبوني قال ينقذوني، فاعتزلوني ثم ترجموني، بالواد في الفجر وكالجواب، نذيري بالملك بلا ارتياب، وكيف جا نكيري ثم نذري، في ستة قد أشرقت في القمر، آتاني الله بنمل فقفي، بالحذف والإثبات أولى فاعرفي. باب الفرش سكن له وهو وهي حيث أتى، إن بعد واو فا ولا من ثبتا، وثم هو يوم وجاب القصص، وضم أن يمل هو كحفص، بيوت كيف جا بكسر الباء، مع النعم مسكن مع الإخفاء، يخصمون لا تعدوا في النساء، ولا يهدي مثله بيونسا. ها أنتم سهله وافصل بالألف، وأرأيت سهلا كما عرف، وامدد أنا مع كسر همز موصلا، بخلفه وقف بمد للملا، را قربة اللام ليقطع أسكنا، وليتمتعوا ليقضوا بينا، واللاء حقق همزة وأبدلا، همز النبي إن وإلا واصلا، وواو أو آباؤنا سكن معا، وامدد أشهدوا بخلف وقعا، وأسأل الله العظيم المغفرة والنصر في الدنيا وفوز الآخرة.